arna anagu marka aanu nahay dhaqanka galmudug oo ugaas iyo odayaal dhaqan waxgarab siyaasiin leh oo aanu isaga mid nahay maanta shirka caasimada lagu hayo oo intii maamul dowlad ahayd iyo golihii dhexe dowladdii federaalka ahayd siyaasi ummad ilaahay isugu timid shirkaas inuu noqdo shir loo caayo oo miro dhala oo laguna jaco oo khilaafku ka baxo oo u daneeya danta iyo dalka iyo dadka. Waxaan annagu aaminsannahay markaanu nahay gobolkan galgaduud caasimada dhusumareeb iyo intii la halmaasha oo aanu danaynaynaa soo dhaweynaynaa wax kasta oo culaysa oo jira in lagu guddo wanaagga is-afgarashada islaamnimada mas-uuliyadda wixii adag oo hadda laysku mari waayo laysaga tarasulo annaguna aan ka ducayno. waxaan ku darayaa intaas in ilaahay arrintaas sii majaxda oo miradasha oo lagu guulaysto oo aada iyo aada iyo aada sidii loo rabay u noqota in ilaahay nooga dhigo madaxda shirki ku jidhana waxaanula noogu fadhida dadka qiimeeya ilaahay ka yaaba ee mas-uuliyadiina qiimeeya ummadda dhibaatada haysa iyo xilliga lasoo maray inta uu cadal ee kaadhibtiisu qiimeeya. maanta wax loo cayo wax aan ahayn raalli kama ahin markaan shacabka nahay dadweynaha nahay galmudug nahay iyo soomaalina waa nalabi inteed islaama oo wax garanaysaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
أمبليدي الدعاء هو سوما إحنا ترى إنسينا ينوح حتى ولا ليالو ما نروي ومسير في سوماليا يا ما تكون قديم فورا ما أنت وحنا دين كسبوا إن قرر في سوماليا إن شاء الله سان وحنا دين كسبوا إن خلاف كا دنا حكوا سلايسان هنا الحاجة إسكتا وحنا دين كسبوا إن دنت قاس كا هنا تكبر مريسان دنت عام كا أنا 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 خلاف حق أنا خلاف أنا 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 دعائي يكون هبار لبلد مثل الدونتان. هدي على كل شيء سان وأديك وكل شيء يا سومالي فتكتان. سومالي وكم بعدين دعائي نسا. والله يا لك عدين دعائي نيا مباشرة عدين دعائي نيا فورا عدين دعائي نيا قلما عدين دعائي نسا. دعاء لس وهليس يعني و والله بعد نهليس يعني. قلبك سومالي يصير ومانته يعني. هدي على تفرار يدنا كاره فوق على تكتاننا. وأديك وكل شيء أتكتاننا. واحد بدلك هذا بدل كذا واحد ما كره إلا إنها مروة ورهبانها قلب سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة ماشاء الله أود يحولها يضمن لها كنتين تدويلهم مدر السنة وضياشة مدر السنة وحاضر السنة ضد كم مامل هاي مركان هدو أسوشة نما قوشة كينة ومدحوين واحد من الأسوحة وقال لي سدح يطبان كيني وقال لي مدى هادين اللي وحيد عليهم ساس وساس سدح دو الجامعان كمان بحين علم لما لا عقل وذي كوكانين تلكوا حلوب يوحيد بدلنا أيها هذا الجامعة تكسر بعد ذلك هو جاي، ذلك هذا نملة حدود ملة، دولة حدود بينين هو كله جاي. أسكرت شوكتة أو كنا الوطن كا أو سوماليا أكفلا هدي هو جاي هلا. عدين شديد ومالك كان مشارك قاتو ذلك سو شدته كم في الله. لعنت سو في الساعة. ثلاثة قاتا لنيرتين علم بالليلين شرب شوكتين. لحن الأيام الشيلة شم بقول أو كن أو غفوض قبل كنا سومالي كنا نهشيز ويسدح مرايا قرعة سقف مرايا شكل سقف مرايا ويسوام بليني لحن إنه واحد بتاع إنا إسبارة ما ينتدى كذا نمشي ما يلي عن كان وركب بغى إلهي إنا أبوته قل له أمي ترى أكتم بيا حولها يقوش مشي الوحى الغبا بينه وإنا والله جه على سومالي قديه نبدا قات إن كانوا يفدعوا الطيار دو إن لدعي أفر فاتح المرء إن كيد إذا نبض إن إلى هاي لرجل الطيارة ونقصونه كرام لأن هاي ضبا إن هاي مسلم بانا ضن تكدى يا قبيل قبيل مكلا له سومالي كجيس كجيس وحالي ليه اللي باتين كتشون لي باني كود اللور يسرعني هبلا يسرعني هاي سرعة وهاي وهاي سرعة سو سومالي ما هاي حقي هذا إيمانه هو هذا وحشين شيء حقي إيمانه هذا أيوه وحشين هذا أيوه وحشين أيوه وحشين موجود يا الله إيمانه منك الله إيمان السؤال وارد نقول ماشي سكوع عشان سير رتقوها أباركه عادي أنا كلا قحنا يدوم مركي النقل يا رواص أول نصوما لا تقول اسم الدنيا مركي أبارك شو اشتئارك وفي أسوميل جي أسوميل جيو ما يدعى يعيد أسوافي عنده
mar alla markii naqdigan way islaaynaa oo isdilay mar ilaahay ay ka bariyay ma abaarta si ugu jiro oo la isku daayo waxaana barwaaqayna nabad qalshaari isku rabe war dawladnimadu waa nabad naqdaa waa gu waxa la yiri wax uga dar waxa la jirtay oo booqa saddexda bilood oo horta geela abaahiha markii naqul leedana waa qof furaasa la dhaara hab ka faa'iido noqon war waxaan yeeshay ilaahay waa ku daashay heshiis war wax qafta war waxaad noo sheegeen hadda run yihiin lix iyo labaatanka juun gobonnimadii la qaatay adkeeya ragaa joogi aan jaamacda ka bixin kowdu luyoo raacay isu keena oo dadku waxay rabaan iyo tanasul isu sameeya war wax qafta ilaahay ka baqa annaguna idin ducayno ilaahay ow maanta aniga magaroofagaali u hadlaya ninkii nabadda diiday inuu deeradu la dhaco anugu uma ducaynayo ma u ducaynayo anugu waxaan rabaa in la yidhaahdo yaa ka tilshi ragga ha lagu maariyo waa dhallinyaro waxaa xusid mudan hadda ninkii ammaan lagu amudan yahay qoorqoor waa ugu da' yaryar waana isu keena kulliguna ninka weyn iyo ninka yarba waa isu keeni waayeen asagaa isu keentay war gogasha daryeela asaga qaymeeya ninkii aqlilo soomaaliyana u yeerto waxaa dhahay war waxaad sheegi lahayd raac dadka hadda waxaan arkay xildhibaanadu dhallinyaray u badan yihiin wasiiradu dhallinyar u badan yihiin odayaasha xaal looga tegay waa wixii tali lahaaye ma inay wax dhaamaan odayaashu waa inay garab taagan yihiine raaca aqliga laynku doortay iyo cilmiga aada leedihiin haddaad diidii soo wahan adinka inay tahay waxaan marka u yeerayaa su-aalkaan asagoo usoo istaagay barnadiisana ugu yihaahdo nabadoon yuusuf shire waa sami nabado soo istaag halkaan war badan ma yaalo annaga war saxaafadeedka annagu maanta haddaan reer galmudug nahay oo odayaashii dhaqanka aanu nahay wuxuu ku saabsan yahay shirka madaxweyneyaasha iyo mas-uuliyiinta kale oo la socota waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta madaxweynaha qaranka madaxweyneyaasha gobollada waxaan ka codsanaynaa in ay maanta soo saaraan war soomaalida u ah farxad iyo dan labadaba waa u ducaynaynaa waa raacaynaa waa la shaqaynaynaa waxaan codsanaynaa in ay soo saaraan heshiis soomaaliya iyo dadkeedaba dan u ah dalka iyo dadka waxaan codsanaynaa ninka xarigfeereedka wataa inuu tanaasulo waa u ducaynaynaa inuu tanaasulo inuu soomaalida u tanaasulo inuu dadkiisa danyartaa u tanaasulo inuu dalkiisa u tanaasulo waxaan rabnaa haddaanu nahay annagu beelaha ku dhaqan galmudug ama magaalo madaxda dhuusamareeb waxaan rabnaa in la heshiiyo waxaan faraynaa madaxdu inay heshiiyaan waxaan rabnaa farxad inaanu annaguna ku noolaano adinkuna aad nooga tagtaan waa idiin ducaynaynaa waxaan rabnaa inaad maanta heshiis soomaaliya dan u ah aad soo saartaan inaad isu tanaasushaan inaad isu samirtaan inaad dadkiinna u naxdaan sidaasaan idinka rabnaa waxaan hadalkiina ku soo gabagabaynhayaa madaxweynaha galmudug qoorqoor ha noolaado waxa weeye madaxweynihii ugu yaraa oo yacni doorashadiisuna ugu yarayd
دار غير أنت أصلاً سكاني قال مدوك يا دكيسي بكرة فاني وحاسم بقبته وأنا لا شغالنا وحنا لا نهاي ولا جا هاي هاي بان كل أنا وأنا كل شغالنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سيحين ودونكم وحنا مركا فضائنا من هو لنظمك عماسك والصحافتك مقال كان هذا الشهر قريب وياشر فيك قال مدوب سأقول شيء دام بقدر وسمرين كلهم كليهين ورمتين صوصاريان يكوت عنيرة ما أراد يقو باغيان مضحظة ولد يسلاف لكوة فدرال إن أي أتنازلان شعب كوة الصوماليين إسلام أركان الددك أتنازلان سي الله الله نظام توسن أو دورشة يكود عكتو ما دام هل كان مددور بريا يتوغان ولينا شنكي وصن فرمين موقال كهلا شير غريو سيدات خرير قل مدوك كمال كن قبل كاما بديغان كا وغارو وآليا شرير قل مدوك كوي وطبان كقبيل قل مدوك ديغان كوابان وحيمان تنسوه مادين إسلام أركان أي كهل دونان أما أي كهل يانبا إن مدحضة دولة يكوى مامل قبل هذا وباقان إن واح رسمي يكوى شيئا أو ضدك يسيدوك لضدك صوماليات بواح معناها أنا أقولي بينين واح فائده موية ورموتيه دي الله صوص هار ربا مغال كان الله شير قريه ورموتيه دي الله صوص هار ربا هدي إلهي إلا هايو ساو تشيدان بودياشي ما فديا قبائل كدقين قل مدوك يكوى بينهين حرمت دولة هوسة إرلو سمرهب أيينا كشير سيهين أو شير أيكو قبتين هادا وحال لصوص هاري دونا ورموتيد هشيس كو ديهين هادا لصوص هاري ربا وصحافظات كي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ضمان وضياشة وحقرتك قل ملوك ومناسبتنا مانتي سبيمي عدد كودي يرأي كودي يسوتشودين تودي وقرالة أيان سوق بين النهدي لهي رهدو شركة بوصم الربا وحن رجينا إن شاء الله تعالى صومالي هدكور وحن لديه جرمه شين كرتو جبوتي اللي سوقتك توبيا اللي سوقتك كينيا اللي سوقتك ما أنت وحارب معنا بيج عصب نوفرتان مدح الصومالية والوه الشيء بده الصومالية والوه الشيء عاصمة دقل بوصم الربا شرف تازي أمان تاز دادك رير قل مدوك ما أنت حوله دي نفتو دي وقتو قد يكون بحيان وحان رجيني نأنا ملقى قصارين أناكو هلا يقعدك وضياشا قل مدوك إن شاء الله تعالى واح بضانا مقلة جبوتي اللوه الشي وصم الرئيب اللوه الشي قل مدوك اللوه الشي صومالي دان شرفي قطهي وانا بيج عصب رأيجي أحي صومالي مهشي كرتاني ماشا حداد ما أنتو كوهشي ويسان وحادو باهنتين قحان كلو سدحات marka waxa cadaanaysaa in Soomaaliya heshi karin marka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamulada ma taqaana isteediyada Soomaaliya ha u heliyaan sharafka Soomaaliyeed ha u heliyaan taariikhda Soomaaliyeed insha Allah ta'ala intaas waa hordhici kelimadeeda insha Allah ta'ala hadaan soo laabto baaqi sida aad arkaysaan ugaasiyadii nabadoonadii salaadiintii dhinacyadana ay taagan yihiin maanta ma taqaana waxa soo bixiyay oo isugu yimaadeen waa cabsii ay ka qabaan shirkaas inuu fashilmo oo ugu kala tago mana rajaynayna insha Allah ta'ala waana ku duceynayna taladana waasiinana hadii la yiraado marka bismillaahir rahmaanir rahiim annagoo ka kooban madaxda dhaqanka wax garadka iyo bulshada deegaanka galmudug waxaan dhamaan u istaagnay soo dhaweynta iyo marti gelinta madaxda sharafta leh ee Soomaaliyeed ee ku shirsan magaalada madaxda galmudug ee Dhuusamareed si aan uga qayb uga qabiyo turno doorka nooga aadan u qaadano maamuska iyo madasha kulanka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada Soomaaliya waxaan ku hanweynahay in aan shirkan ka soo baxaan go'aano umada Soomaaliyeed ku noolaato horseedo midnimo qaran iyo guul iyo heshiis taariikhda Soomaaliya gal sidaas daraadeed waxaan soo jeedinaynaa
ugu horeyn waxaan bogaadinaynaa soo dhaweynaynaa shirka madaxda Soomaaliyeed dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada uga furmay magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareed waa soo dhaweyn labo waxaan madaxda Soomaaliyeed uga mahadcelinaynaa ajiibida iyo aqbalaadda ay aqbaleen shirkan inay ka soo qayb galaan madasha gogosha loo asteeyay hanaqaadka heshiiska hoggaanka qaranka waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa madaxda Soomaaliyeed madasha ku sugan inay u turaan shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaleysan dunida daafaheeda dalka gudihiisa iyo dibaddiisa afar waxaan si gaar ah ugu dhiirinaynaa madaxda in ay ku dadaalaan oo la yimaadaan isu tanaasul hufan oo aan xeelaysi keenin midnimada ugu hanto heshiis waaro iyo badbaado qaran shan waxaan kula dardaarmaynaa madaxda in ay ka fogaadaan gogoshaan wax gaaraysi iyo khilaaf abuuri kar kala fogaansho sababo dalka iyo dagaal sokeeya ugu dambeyn waxaan madaxda u soo jeedinaynaa inay badbaadiyaan taariikhna ku yeeshaan qarannimada Soomaaliyeed maantana habheeb ku sugan maanta oo habeeb ku sugan waxaan rajaynaynaa si farxad iyo sacab leh in aan madaxda ku soo dhaweyno kuna sugootino ugu dambeyn markay meeshaan guul Soomaaliyeed ay keenaan insha allahu tacaala aada u mahadsantihiin waxaan ku soo wareejinayaa ugaaska oo ducadii iyo hadalkii gabagabeynta iyo dardaaranka noo jeedi doona insha allahu tacaala ugaas xasan ku soo dhow bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaan salaamayaa madaxda meeshaan fadhisa oo laba doonada iyo suldaamada iyo inta ka dhexeeda u sinan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaan salaamayaa madaxda ama heer federaal ama heer maamul goboleed isugu timid gobolka Dhuusamareed magaalada madaxda Galmudug inna waa salaamayaa ayaa kulli ayana sidoo kale ayaanu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalkii waa la yidhi waa iga horreeyay aniga hadda hadal iga wama dhimana meeshaas waa la yidhi ugaas inaan ku duceeyo shirka maanta gobolka loo fadhiyo ayaa haata la igu dhiibay odayaasha ma iga deeshaan odayaasha ama habaar aan aqoon jirin uga soo fakada waxaan idin leeyahay marka madaxda isugu timid meesha ayaa hore loo yiibo intay hadashaan ku hadashay annaa rabaa haatan ducada inaan hadal yar ka hormarsado waxaanan ka rabnaa madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaraha iyo intii kaloo madaxweynaha federaalka kulli dhammaantiin waxaanan ka rabnaa laxawgii iyo walaalnimadii iyo dhayalkii iyo qosolkii aan xoolaha ku keennay oo isu bagaanbognay markii la yidhi madaxweynayaasha iyo dhowa meesha isugu imaanaya waxaan malaysannay in maanta soomaaliya meesha ku heshiiya mar hadda intaas isu timaado ayadii aan sugaynaa insha allah haddii ilaah yira maanta haddii aad heshiis ka soo saari weydaan ood intiinaas isu timaadeen madaxdii soomaaliyeed ninku aad isu timaadeen haddee waxaa muuqeen marka inaanba soomaaliya heshii karin gaal inay heshiido maahan magaciinnu waa ku halaabaya soomaaliyana waa ku halaabaysaa waxaanan ka rabnaa aan ka codsaynaa inaad maanta soomaaliyeed u tanasushaan inaad ka shaqaydaan wanaaggeedii iyo nabaddeedii iyo dowladnimadeedii iyo sharafkeeda inaad ku tala gashaan si gaara iyo dan gaara iyo nin walbaaba mas-uulka markii laga dhigaya qabiilka soomaaliyeeda mas-uul looga dhigay waan ilaahayna waa sukinkeen waxaan ka codsaynaa halka aad noo joogtaan maanta waxaan u fafadhinaa habaar iyo duco waaye waa habaar iyo duco xaqiiqo waaye ma qarinayo waa idiin ducaynaynaa haddii aad wanaag iyo waxsan ka soo saartaan meeshaas waxaana rajaynaynaa inaad ka soo saari doontaan adigoo magaciinna iyo mas-uulnimadiinnana dhowra soomaaliyana adigoo dhowra inaad ka soo saari doontaan ayaan rajaynaynaa wax hadda aanu la cabaadna wadda oo xumaan dhexdiinna ma aana maqan laakiin waan ku sii boorinaynaa wixii aan jecelnahay waayo wax aan soo gudbinaynaa nabad aan jecelnahay inaad heshiidaan aan jecelnahay annaguna haddii aan nahay reer Galmudug weliba waxaan ku talagelaynaa
هر سنة هذا جوكتان دتك إنا نقول إن ككرينه إجيل يعرق يحوله سيدا سيوس على واحد حوله وسوه بفين والله يا ولاني يا نبتشلي ما أنت هنقول عيبيننا ما لحنا الذي يأتين دولة الذي يأتين هم متفدرال أو مت ما مرجوليات ما دحويني أش مال وبصومالي ولا جد جاي سنة والأركا ما أنت مجد ينقلوا ماشى أسكسب وانتهش ده وحقوش ده صومالي أفعى أيان كرتشينا أيضا كشوفينا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعالي يا أهل إلهي وربي يواكم برمي ربي وإله الكرام وود هذا إله هذا كل شيء إله وربي يوم ما أنت ماشى أصل السبيل إله وربي يوم مرك مرك يقول كك إله يقول كك إله يقول كك إله مد غفر حك كك إله مد صومالي أفعل كك إله مد حوي ياش مد يسكم أيبو من إله كك إله وواكم برمي ربي يوم إله وواكم برمي إله وواكم برمي نودي يوناجي سوي أمانت نوم وقتل إله ربي ونافض ذي ونضل إله يا ربي يا أنت سوتم إله ربي يا صوم علي دنت أنت ود إله وحلق أبوه إله سيق الله عنك وهو أكان إله سوتوس إله سوتوس على هلك إله ربي يا إله وله إله ربي يا وكبرينا أمانت وحنا مصفر هاي أنا أمد على أم هذا الك صوم علي يا نكوا الله دكان كم كان وسال كم كان يدك كم كان دكان أتقي واي أتقي كوا الله إله ربي يا وحنك بريدة إله يا ربي يا مانت برشاس إله هنوع أبي إله مانت هنوع أبي إله ربي وقلم يدبح كل أبي إله مدحوينا قلم يدبح كل أبي إله مدحوينا ياسك له كل أبي إله مدة صوم علي يا الله مالك مالك استكسو جينا إله كل أبي إله شرف يقول ينبض إله بكاء إله نقبل ونأتي من الله يرفض Ciao.